اهلا بكم معنا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من البرنامج بنعيشها معاكم النهارده من ساحه الشيخ علي المنصوراوي من قريه بنبان مركز دراو محافظه اسوه. الشيخ علي البارودي كل عام وانتم بخير. حضرتك بألف صحة وسلامة، كل سنة وانتم طيبين. وحبايب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، كل من اجتمعوا على حب حضرة النبي وللاحتفال وإحياء قلوبهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما علمنا أبونا فضيلة السيد علي المنصوراوي، أنا بقول لهم كلهم خلف والدي رضوان الله عليه، كلكم كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وأنتم سعداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الساحة وكل سنة بيبقى فيه جديد بالنسبة للاحتفالات. كلمنا على لمحة تاريخية بالنسبة لاحتفالات هنا في هذه الساحة وأهمية هذه الاحتفالات. والله ولله الحمد، يعني الحمد لله رب العالمين، أنا مع مولانا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه منذ 30 عاما. احتفالات حضرة مولانا الشيخ بالمناسبات الدينية ولا سيما بمولد حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، استقطابا للقلوب التي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقطابا للقلوب التي تحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن هذه الموالد وهذه الاجتماعات هي التي ترق فيها القلوب وتنزل فيها الرحمات، تتجلى فيها البركات. سيدنا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه كان بيرغب في هذه الاحتفالات لأنها بتؤجج في القلوب محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكأنها تنقل الأمور من القول إلى الفعل. يعني بدل ما أنا أفضل أقول 20 سنة أنا بحبك يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلا أنت يا رسول الله، لا، أنا خروجي من مكاني، أنا مقيم في الأسكندرية مثلا على سبيل المثال، خروجي من مكاني أنا وأولادي ابتغاء مرضات الله، فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء بسيدي وشيخي فضيلة السيد الشريف علي المنصوراوي، هذا دليل عملي وليس قولي على محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد رأينا من آثار هذا الاقتداء فرجا وفرحا ونصرا وسعادة وسرورا كثيرة لا يمكن أن يصفها المقال أو أن يعبر عنها الإشارة أو العبارة. ما شاء الله، يعني هناك اهتمام بالعديد من النقاط كما ذكرت حضرتك، من القول إلى الفعل، وأيضا بالإضافة للمدائح النبوية والإنشاد الديني بنشوف مجالس العلم، وبنشوف أنه هو الجانب العلمي فيه اهتمام به، ووجود العلماء في هذا المقام وفي هذا المكان ده شيء أساسي.
الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لله الحمد، اللهم لك الحمد والشكر. قبيل وجود مولانا السيد علي رضي الله عنه وارضاه في ساحة التصوف، كان ربما غلب على ساحة التصوف الاحتفال بالمدائح فقط، لكن اشياخنا من السلف واللي علمنا سيدنا الشيخ رضي الله عنه وارضاه ان احنا نقتدي بهم، دول منهجهم اصلا منهج التصوف العلم، عايز يرجعنا دايما سيدنا الشيخ رضي الله عنه وارضاه في خطبه يحفزنا ويغرس في نفوسنا انا واخواني ولله الحمد كثرة 30 40 50 60 كلنا ولله الحمد من خريجي الازهر الشريف. انا واحد من الناس كنت دخلت كلية تجارة، وبعد كده سيدنا الشيخ قال لي خليك في دراسات اسلامية، فاخذت دراسات اسلامية وحضرت دراسات عليا ولله الحمد، اللهم لك الحمد والشكر، علشان يعلمنا او ينقل الى الناس ان التصوف علم ثم عمل ثم فرحة ومدائح. المدائح أمر يرقى بالأرواح وبالنفوس، لكن لابد من الاستقامة الظاهرية، والاستقامة الظاهرية لا يمكن أن توجد إلا في العلم، إلا في الأمر والنهي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من فرحان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش واحد يفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمفروض إنه هو يكون محقق للأساس الذي جاء به رسول الله، يسمع العلم، يسمع الأمر ويسمع النهي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما ربنا قال لنا على لسانه: ما أتاكم الرسول فخذوه. مين اللي هيقول لنا النبي جالنا بإيه؟ العلماء. فإذا أخذنا من العلماء فقد اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حينها سنكون حققنا الفرحة برسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا. سألتها يا رب أين تيار وقالت ما
في محراب العلم والاحتفال بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الساحة الطيبة المباركة ومع فضيلة الشيخ محمد علي المنصراوي. كل عام وانتم بألف صحة وسلامة، عاد الله علينا لكم الأيام بالخير واليمن والبركات. يعني نرى انه مجالس العلم والذكر هي السائدة في الساحة في هذا الاحتفال، وحضور كوكبة من العلماء وايضا الاولياء في هذا اليوم المبارك. نعم، فالاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يقام في هذه الساحة إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى من قراءة قرآن ودرس سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها واردة بنصوص شرعية في تأكيد على هذه القيمة. يعني هذه القيم اللي بيتم طبعا الاحتفال في كل المناسبات أو في كل الليالي هنا في هذه الساحة. هذا ما تعلمناه من شيخنا. أنا أود أن أسمع هذا رسالة للمشاهدين. رسالة للمشاهدين ألا يستمعوا لكل من يشكك في عدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لأنه سبحانه وتعالى شرع لنا الفرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي هذا الحديث سيدي ومولاي الشيخ علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: خير مما نجمع ليس من أمور الدنيا. المقصود بقوله سبحانه وتعالى خير الفرح بسيدنا رسول الله خير مما نجمع ليس من أمور الدنيا، وإنما خير ما نجمع الفرح بسيدنا رسول الله خير من الجمع من الطاعات والنوافل، لأنه أي عبادة في الإسلام خير من أمور الدنيا. لكن الله سبحانه وتعالى يوضح أن الفرح بسيدنا رسول الله خير مما نجمع من الطاعات وليس من أمور الدنيا. هكذا كان يحتفل فضيلة مولانا الشيخ. نعم، وهو أذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا صريحا للاحتفال به وبمولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.
الأستاذ دكتور أحمد علي عطوان، الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، ووجودنا اليوم في هذه الساحة الطيبة. كل عام وأنتم بخير. كامل الصحة والعافية. العلم مع العمل، ده الشعار أو الشيء الأساسي بالنسبة لهذه الساحة، بالإضافة للمدائح النبوية والأناشيد طبعا الدينية اللي موجودة وهذا الجو الاحتفالي. أهمية وجود العلماء في هذه الساحة والتعارف اللي بيتم على مستوى المحافظات بل على مستوى العالم العربي في هذا المكان. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، الساحة ركن أساسي في الدين لاستقامة الدنيا. الناس يأتون إلى هنا لا فقط للتعارف وإنما لتعلم منهج حياة كامل يضمن لك سعادة الدارين الدنيا والآخرة. نحن نأتي إلى هنا نتعلم حياة الشيخ، نتعلم طريقته في التعامل، نتعلم طريقته في العبادة، نتعلم طريقته في الذكر، طريقته في الفكر. نحن كنا نتعلم من الشيخ أدق الأمور الحياتية وأعظم الأمور الأخروية، فما هو إلا كما تقول كتب التصوف نائب نيابة حقيقية عن الحضرة المصطفوية. فكيف كان الرسول يتعامل مع الصحابة؟ يعلمهم من أدق الأمور وأصغر الأمور وأتفه الأمور إلى معالي الأمور حياة وأخرى. وإيه الشيخ؟ الشيخ خليفة عن سيدنا النبي. في حديث روته كتب السنة، الشيخ في قومه كالنبي في أمته. الشيخ إيه؟ في قومه كالنبي في أمته، رواه ابن نجار في مشيخته. سرتوا على هذا النهج يعني بالنسبة لي. أي. على هذه الطريقة. نحن على هذه الطريقة منذ عام 1999. أنا باجي المكان ده سنويا نحتفل بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون الناس أفواجا من شتى أنحاء الجمهورية نتقابل. مش معرفة، إحنا أهل، إحنا يعني أي واحد من الناس دي في أي مكان بيتي هو بيته، عياله هم عياله، أولاده هم أولادي، أهل يعني أنا. وفي مرة من ذات المرات وجدت الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه يتعامل في حالة أخ من الإخوان قد أصيب بحادث ونقل إلى مستشفى أسيوط. كنت أجد منه من الحنان والبر والتقوى على هذا الشخص ما لم يوجد عند أبيه وأخوته. الشيخ كان نام في شعر النهار ولم ينتقل من أمام المستشفى إلا بعد أن اطمأن أن الحياة قد ردت له. أبناؤه هنا كانوا في عيد كبير، قالوا أخونا في المستشفى منضحي، والله منضحي. قلت هم هؤلاء هم الأهل. والحق والورد.
دائما بنؤكد في هذا المكان وهذه الساحه الطيبه المباركه على قيمه العلم. ومن العلماء معنا من محافظه البحيره فضيله الدكتور احمد الحويط محافظه البحيره. اهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك فندم. وجودكم اليوم ورساله تحب توجهها للحضور. والله بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ميلادا للدنيا كلها، الذي لما جاء من الدنيا اضاء منها كل شيء، ولما توفي صلى الله عليه وسلم اظلم منا الدنيا كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال به ليس من مظاهره يعني من مظاهر الاحتفال به ان نحيي سنته وشريعته، ان نحيي هديه صلى الله عليه وسلم، ان نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، ان نسير على دربه صلى الله عليه وسلم، ان نقتفي اثره، ان نتطاوع مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، في معاملاتنا، في كل امور حياتنا من صغرها الى كبرها. لو تأملنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لنا في كل شيء، في كل شيء من الصغير من الكبير، في كل جوانب الحياة حياة النبي صلى الله عليه وسلم صارت حياة لنا وإحياء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومظاهر الاحتفال أن نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، أن نرجع إلى القرآن الذي هدرناه. فقال الرسول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أن نرجع إلى تدبر القرآن، إلى تلاوة القرآن، وإلى هدي الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم الذي قيل عنه جعلت حياتك للزمان ربيعا ومشى بشيرك في الأنام مزيعا. الله أكبر حين بشر قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا. وأن نكثر ختاما من الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أعزائي المشاهدين ما زلنا في محراب العلم وهذه الليلة المباركة الطيبة التي فيها أهمية للعلم وأيضا العلماء مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد البصيلي. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة والسادة المشاهدين أهلا وسهلا. تأكيد على أهمية وقيمة العلم كما كان يحتفل ويحتفي فضيلة مولانا الإمام الشيخ علي، ورسالة تحب توجهها للسادة المشاهدين. هو العلم بالنسبة لأي منظومة كالعظام بالنسبة للبدن، هذا البدن من غير عظام عبارة عن كوم من اللحم لا قيمة له.
فالعظام هو الذي يحدد ملامح البدن من الرأس إلى الذراعين إلى القدمين إلى الساقين. فالعلم بالنسبة لأي منظومة، لا تنجح أي دولة ولا أي منظومة ولا أي جهة كائنة ما كانت بدون العلم. ولذلك أول كلمة ربطت الأرض بالسماء بواسطة شمس الإسلام سيدنا محمد كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدها الله يقول اقرأ وربك الأكرم، يعني ما عليك إلا أن تقرأ وتتعلم وسيأتيك الكرم من الأكرم سبحانه وتعالى، ستأتيك المناصب، ستأتيك السيادة، ستأتيك السعادة، ستأتيك القيادة، ستأتيك العبادة. لا عبادة بدون علم، ولا دنيا بدون علم، ولا آخرة بدون علم. العلم هو ألف باء دخول على الله ودخول على الناس، فالعلم لولاه لكنا في عماء وفي عراء. ولذلك نقول دائما العلم لابد أن نتعلم له الأدب، لأن الأدب يستر قليل العلم، والعلم لا يستر قليل الأدب، ووجودهما عراء، ووجودهما ثراء، وفقدهما عراء. يعني وجود العلم والأدب هذا هو الثراء الحقيقي. ولذلك الشوقي يقول أيضا بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، ولم يبن ملك على جهل وإقلال. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. بدون العلم يهدم التصوف، بدون العلم تهدم الحضارة. نحن الآن حينما نتغنى بأسلافنا لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. هذه رسالتي للسادة المشاهدين، أن يتعلموا وأن يعلموا، وخيركم من تعلم العلم وعلمه. وسيدنا النبي اللهم صل عليه يقول فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. والذي يتعبد لله على جهل هذا على خطر عظيم، الأخطر منه من أضله الله على علم. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السعادة، نسأل الله السيادة، نسأل الله القيادة، نسأل الله أن يجعل في أيدينا خيوط صنع القرار في العالمين، حتى نرجع مجد الأجداد إلى حياة الأحفاد. شيخ عبد الغني كل عام وانتم بخير. وانت بخير وبالصحة والسلامة، وكل سنة وانتم طيبين، وعودا ان شاء الله. بارك الله فيكم. يعني كما نرى ونتابع دائما من خلال الساحة العلم والعمل، وطبعا بالتأكيد النفحات اللي بتكون كل عام في هذه الساحة الطيبة المباركة، وهذا الاحتفال الطيب المبارك هذا العام كلمنا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بالنسبة للاحتفال، هو الاحتفال السنوي طبعا بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأعتدنا على هذا الاحتفال. كان هذا الاحتفال يحتفل به سيدنا ومولانا السيد الشريف علي محمود سعد المنصوراوي، وأحنا على نهجه وعلى طريقته رضي الله عنه وأرضاه. والاحتفال يقتصر عندنا في الساحة دائما وسنويا. طبعا أولا نبدأ بمائدة القرآن، ده شيء يعني أساسي كان الشيخ رضي الله عنه وأرضاه ربنا عليه. ثانيا العلم، طبعا في مجموعة من الدكاترة الكبار لبعض دكاترة الأزهر، ويشرفنا اليوم إن شاء الله الدكتور أحمد البصيلي إن شاء الله، طبعا ده من الأزهر الشريف، بيلقي الكلمة طبعا. وعندنا الدكتور محمود يحيى الأزهري، وعند الدكتور أحمد علاء عطوان، والدكتور يعني نخبة من دكاترة الأزهر لإلقاء العلم، لأن أهم حاجة الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، وكما تعلمون يعني كل الناس تعلم أو الأمة الإسلامية عامة كانت تعلم، أن الشيخ دائما كان بيحب يحس على العلم، يحس على العلم. وسيدنا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه ربانا أساسا على محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وطبعا حفظ الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا.
فأعتدنا في هذه المناسبة الشريفة المباركة مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نحتفل ويحتفل العالم أجمع. زي ما أنت شايف الجمع العظيم ده اللي عندنا، اللهم صل على النبي، سنويا في زيادة طبعا احنا عندنا الحمد لله، نحمد الله ونشكر فضله. يعني حاجة عظيمة جدا الاحتفال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحتفل، صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده لما سئل عن يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، يعني قال ذاك كان يصوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه. ولكن بعض طبعا الناس، لكن احنا تربينا على كده. وبعدين ده اهم حاجه كمان عندنا في الساحه، يعني اطعام الطعام شيء اساسي جدا كان يركز عليه الشيخ رضي الله عنه وارضاه. اطعام الطعام اهم حاجه، اطعام الطعام، لان الطعام يعني يدخل السكينه والرحمه. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى بالرساله وربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ انزل عشيرتك الاقربين. عمل لهم ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل لهم مائده، عمل لهم وليمه، محبه، عشان ياكلوا كده ويرتاحوا كده ويبقوا مبسوطين، وبعد كده يقول لهم ده انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصالحين اعتادوا ان يعملوا مائده جميله ويقابلوا الناس بالموده والمحبه والبشاشه، لان دي خلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده كلموا على الدين. أعزائي المشاهدين، كنا معكم اليوم من قرية بمبان مركز دراوة محافظة أسوان، وبالتحديد من ساحة الشيخ علي المنصراوي، وهذه الحلقة من البرنامج. شكرا لكم وإلى اللقاء.